محمد، تحياتي لضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. خليني أقول لك أن يبدو في هذه اللحظات بينتهي اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم بعد استمراره لما يقرب من 5 ساعات 45 دقيقة. طبعا اجتماع كان مطول جدا من قبل كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارته للحديث عن العديد والعديد من الأمور اللي بتخص النادي الأهلي، سواء على المستوى الإنشائي أو المستوى الرياضي. طبعا خليني أقول لك يمكن أبرز الحاجات اللي ممكن تطلع خلال لحظات، طبعا أو أبرز القرارات اللي ممكن تخرج من مجلس إدارة النادي الأهلي خلال لحظات، هو تولي الإعلامي شريف فؤاد كمتحدث رسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي خلفا المهندس عدلي القي اللي أصبح مسؤولا عن إدارة التعاقدات في النادي الأهلي وعودته لهذا المنصب القديم طبعا، واللي نجح من خلاله بشكل كبير جدا وقدر انه يبرز او قدر ان هو يبرم اكتر من تعاقد جيد جدا للنادي الاهلي على مدار تاريخه طبعا في هذه الاداره. بالتالي المهندس عادل القعي هو اصبح المشرف على اداره التعاقدات في النادي الاهلي، واصبح الاعلامي شريف فؤاد هو المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. دي طبعا كلها كواليس احنا بنقولها طبعا مع الاحتفاظ بالقرارات الرسميه اللي ممكن تخرج خلال لحظات يا محمد، وهيبقى من خلال طبعا المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي الجديد، وهو حتى الان من خلال اللي احنا شايفينه كده هيكون الاعلامي شريف فؤاد، واللي بالمناسبه هو اللي قدم المؤتمر الصحفي الخاص باعلان مشروع القرن بالنسبه لكابتن محمود الخطيب، واللي اعلن من خلاله طبعا مشروع انشاء استاد النادي الاهلي، وهذا المشروع الضخم واللي يمكن كان الكثير والكثير من جمهور النادي الاهلي واعضاء منتظرين هذا المشروع الضخم، هو بالفعل طبعا مشروع القرن. لكن انا دايما بحاول انقل لجمهور النادي الاهلي الامور لحظه بلحظه، وحتى الان خلاص يمكن اجتماع مجلس الاداره شبه انتهى طبعا من خلال خروج بعض اعضاء مجلس الاداره من غرفه او من قاعه صالح سليم وهي قاعه مجلس اداره النادي الاهلي. هوفيك دايما بالجديد لحظه بلحظه يا محمد، اليك الكلمه.